أجمل وأروع ترحيب لكم أعزائي المشاهدين في ساعتنا الثانية من حلقة اليوم من برنامجكم يوم جديد 2/2/2020 هاليوم وهالتاريخ المميز. اليوم راح تكون معنا مهندسة الديكور سارة مجدوبة وراح تحدثنا عن موضوع متعلق بترتيب شنطة السفر أو ترتيب خزائن الملابس. أهلا وسهلا فيك سارة. صباح الخير. صباحك تمام بجنن أكيد ما هو معكم. أكيد نورتينا في استديوهاتنا نور. بداية يعني تفضلي أول بدك تحكي. بحب أول إشي طبعا أصبح عليك وعلى مشاهدينا الكرام، وحابة أنتهز فرصة وجودي اليوم على شاشة وطننا الحبيب بأنه أهني جلالة الملك والله يحفظه ويديمه عز وفخر وسند لنا ولوطننا الحبيب، وبدي أبارك لكم كمان على الانطلاقة الجديدة وأهنيكم على الذكريات الحلوة. حبيبتي وصار أحلى بوجودك معنا اليوم سارة. بداية خلينا نتحدث عن أهمية ترتيب شنطة السفر أو ترتيب خزائن الملابس بطريقة تكون عم تستثمري فيها كل المساحات اللي موجودة، وقد ايه مهم الشخص قبل ما يرتب خزانته أو يرتب شنطة سفره يكتب قائمة بالمستلزمات اللي لازم يحطها بالشنطة. هاي ضرورية جدا. هلا شوفي شهد، بما إنه إحنا عنا مساحات الشقق دائما محدودة، يعني ما عندنا هالمساحات الواسعة، فدائما بنلجأ لقطع أثاث بتكون مساحتها قليلة طبعا. أو الخزانات ما بتكون عندي بالمساحة يعني الكتير كافية إنه أنا أقدر يعني أستغل كل إشي فيها. عشان هيك عم مندور على حلول، أو دائما بينطرح علي هذا السؤال إنه إيش في أفكار هيك بسيطة ومو مكلفة إنه إحنا نقدر نرتب سواء الخزانة أو شنطة السفر. تمام. هلأ في دائما قاعدة نحن بنتبعها بكل إشي بالتصميم يعني أو بالترتيب أو بالتنسيق، أهم إشي إنه دائما إحنا لازم نحدد المنطقة، يعني نعمل مناطق صغيرة أو زونات سواء كانت شنطة سفر أو كانت خزانة. بس أنا عم نشوف هون مجموعة من الصور كيف إنه إحنا حتى الدروج هون مثلا الأرفف كيف إحنا بنقسمها. دائما طريقة الطي للملابس بتكون بطريقة أفقية وليست عمودية. طيب يلا نطوي نشوف كيف. بس كنت أعلق على الصورة اللي كانت قبل شوي، هلا بنرجع لها بالكير. أكيد رح نرجع نشوف الصور مرة جديدة. تمام. هلا بدي أعطيكم شوية هيك طرق كيف إنه إحنا عنا الهودي. هلا دنيا الشتاء والناس كلها عشان هيك أنا صراحة جبت هودي. هلا هاي دائما بتاخذ مساحات كثير كبيرة لما إحنا نيجي نطويها بالبيت طبعا. عشان هيك بس إذا شوي زحت أكيد. هاي شهد خدي راحتك عشان المشاهدين. دائما طريقة الطي للهودي بتكون إنه إحنا هلا صار سؤال، في ناس بيفكروا انه اذا البلايز حطيناها فوق بعض او البناطيل فوق بعض بطريقه مفروده بنستثمر هيك المساحات، فاعطينا ايش تعليقك على هالموضوع. هلا رح احكي لك. اول شيء بنقسمها زي كانها من النص، بنرجع الكم، بعدين الكم الثانيه، بعدين هي اول وحده، الثانيه، بعدين بندخلها بالطقية. حلو. قديش هيك وفرنا مساحة. هيك الهودي اللي كانت رح تاخد عندي مساحة كتير كبيرة رح تاخد مساحة كتير أقل. حلو كتير. حتى لو كانت بالخزانة ورح يكون منظرها كمان أرتب. نعم. عندي مثلا البلاطين الجينز. البلاطين الجينز إحنا بالعادة هيك وبنحطهم او هيك مثلا وبنحطهم بطريقه عموديه، هاي الطريقه بتاخذ برضه كثير حيز من الخزانات. فالافضل دائما اربع تنيات. حطينا هيك، هي اول وحده، ثاني وحده، كمان العلاقات فكره منيحه للخزاين يعني، وهي الرابعه. هلا بما انه صار عندي الجينز هيك، باقي الجينزات رح يكونوا بهاي الطريقه مصفطين بشكل عمودي بعض. بشكل افقي. افقي حلو كثير، مش عمودي فوق بعض. أوكي. لانه هيك انا رح اشوف الاواعي عندي بطريقه اسهل، وبنفس الوقت رح يكون عندي مساحات اكثر سواء بشنطه او كان بخزانه. كثير حلو. طيب حتى التيشيرتات اكيد اذا عم نشوف هون مثلا انا واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة،
5 تيشرتات ولسه البوكس عندي لسه في فاضي. عندي وسع، في عندي مساحه ممكن احط فيها كمان زياده. مزبوط. هلا هاي البوكسات شهد متوفره وموجوده، عشان هيك انا حبيت اجيبها للمشاهدين، وممكن احنا نستبدلها باي سله ثانيه او باي مثلا شيء بلاستيك كان عندنا. طبعا هون بنحكي انه للخزائن، نحن هلا عم للخزائن عشان شنطه السفر. بالضبط تمام، للخزائن نقدر انه احنا نجيبهم. هدول بنسقوا عندي الخزانه، بقسموا لي اياها وبيعملوا لي اياها المناطق من الكركبه شوي. بالضبط بالضبط. يعني وبصير اسهل علي انه انا اعرف مثلا، خصوصا اذا كانت طبعا خزانه اطفال او شباب، بنعرف انهم شوي عشوائيين الشباب، شهد مو زينا. فلما نرتبهم بهاي الطريقه ما راح ياخذوا حيز، وبنفس الوقت راح يكون ظاهر عندي الرسمه، فانا راح اشوف فهذا الشيء شكل البلوزه او لونها اللي بدي اياه بحسب الترتيب اللي بالزبط. انا مرتبته فيه. طبعا برضو نفس الطريقه للتيشيرتات، انا كمان حبيت اجيب تيشيرت عشان الناس دائما بيسالوا. برضو التيشيرت من النص حلو، يعني حتى برضو الكم القصير برضو لانه نص كم عم تتنيه كمان تانيه، ف عم بتنيه وبدي بنفس الوقت يعني زي كاني ارفعها تنتين ثلاثة أربعة، هيك صارت عندي كتير. هيك صارت عندي التيشيرت، بدل ما إنه إحنا بنعملها بنعطيها مساحة كبيرة بالخزانة. بالضبط. هيك أنا بقدر أحطها بالبوكسات هاي. حلو كتير. بس لو بدنا نحكي مثلا عن بلايز الصوف او الهودي زي ما هون عملتي، بدنا نرتبها بطريقه انها مثلا ما ترجع لك. هلا البلايز الصوف لها كمان طريقه، بظن انا حاطه صورتها كيف انه نعلقها. صور موجوده لما بنعلقها. صور مره جديده. البلايز الصوف لما نعلقها على العلاقات ما بنعلقها عادي زي ما بنعلق الجاكيتات. بنطوي البلوزه الصوف تمام. بعدين بنطوي اكمامها. هلا اذا الصوره موجوده رح نوضح اكثر. اكيد. هلا بدنا نحكي عن البيلتس اللي موجودين مع أنا أو الجرافات. هلأ شوفي شهد، أنا صراحة حاولت أنه أجيب لمشاهدينا الكرام يعني أفكار حلو. كمان مو مكلفة حلو. وأشياء أنه إحنا ممكن نلاقيها بالبيت حلو. يعني عندنا مثلا هاي العلب، هاي موجودة بكل البيوت، هاي العلب البلاستيك موجودة بكل البيت، وحتى إذا بدنا نشتريها يعني لا تتجاوز الأربعين قرش حقها. وممكن نستبدلها حتى بعلب لبن إذا بدنا حلو. كمان هاي إيش كتير حلوة أنه بنحط فيها مثلا الكلسات حلو الجريبين، لأنه بظن كل الناس عندهم مشكلة الجرابين إنها دائما بتضيع. ممكن برضو نستخدمها لبرضو البلتات إذا إحنا حبينا إنه نعملهم بهاي الطريقة، بنلفهم لف إذا كنا برضو بنستخدم العلبة اللي موجودة معانا. برضو سارة في عنا صور حضرتي لنا اياهم، حابين نتفرج عليهم مع بعض وتحكي لنا عن كل صوره. بالضبط. هلا هاي هون بالصوره عم نوضح كيف انه احنا نفس طريقه طوي التيشيرتات اللي هلا شفناها عم نحطهم بطريقه افقيه حلو مو عموديه، فهون ظهر عندنا كل التيشيرتات وما اخذ حيز كثير. هون عم نحكي عن السكارفز بالصوره الثانيه والثلاث، هاي اللي هي العلاقه مع هدول اللي هيهم برضو احنا جبناهم، هدول حلقات البرادي. كثير بيكون عندنا حلقات برادي واحنا مو مستخدمين منهم بنكبهم، فليش ما احنا نستخدمهم؟ نقدر نستخدمهم للشالات، للسكارفز، للربطات، وحتى البلتات بنقدر نستخدمهم. طبعا. والحلو في الموضوع شهد، هاي الفكره بس احكي لك عنها، هاي لانه عن جد شكلها غريبه وحلوه. علب البيبسي هاي بتاعت الكان نقدر انه احنا نستخدمها نعمل زي تشين، زي سلسله بنعلق فيها اكثر من علاقه. اوكي، بصير عندي علاقة بشكل عمودي، برضو هاي الطريقة بعلق عليها الأواعي بشكل إنه يوفر لي مساحة بالخزانة. بالضبط، إذا كانت العلاقة ما عم تحمل كميات كثير كبيرة مثلا من الملابس، فهاي الطريقة يمكن توفر. بالضبط. العلاقة العادية طبعا برضو لها عدة استخدامات، يعني إذا إحنا بنستخدمها لأكثر من إشي برضو بترتب عندي المنظر. هي زي ما حكينا الحلو انه احنا نعرف كيف نقسم. حلو كثير. الخزانة عندنا نظارات واكسسوارات برضه طريقه هاي كتير. الصوره مثلا حبيت شهد فيها انه مثلا هذا عندي برواز قديم ممكن يكون او فريم اطار. نعم ممكن يكون لصوره قديمه ما كبنا، اخذنا الاطار حطينا مثلا بطريقه معينه جوا مسامير وعلقنا عليها النظارات او الاكسسوارات. كثير بيسالوني بنات انه مثلا كيف ارتب اكسسواراتي او كيف بطريقه انه
ديكورية هيك بسيطة أكثر، منظر بيغلب الصبايا غالبا. بالضبط هو يعني لأنها هي أكثر إشي بتسبب هاي بهاي الصورة. هلأ هاي العلاقات عم تتوفر كتير، بس حبيت أوضح في هاي الصورة كيف الطريقة الصح لوضع الشالات. إحنا بالعادة بنحط الشالة جوا الدائرة وبتنزل، فبصير منظرها شوي هيك، بس بهاي الطريقة لما نطويها هيك رح تكون ارتب منظرها، والشالات رح توضح بالتاكيد رح توضح العجقه اكثر. لما بنحطها بشكل طولي بيجي كلهم فوق بعض، فما بصير عندك صعوبه بالاختيار. عندنا هاي الصوره برضو، عندنا هاي الصوره برضو فكره كثير بسيطه للناس اللي بيحبوا مثلا يعملوا اشياء يدويه. حلو. انه هاي هي عباره عن ملاقط، هاي الملاقط سعرها كثير بسيط، وبنقدر انه احنا نجيبها من اي مكان، وبرضه نعلق عليها السكارفات او نعلق عليها الربطات او اي شيء احنا بنشوف انه بحاجه لتعليق. ممتاز. نقدر احنا نلونها، هاي بتصفي ابداعات. طبعا. هون بهاي الصوره عم نركز على فكره انه كيف احنا نقسم الدرج، ما نحط الاشياء بشكل عشوائي. هلا هون مثلا استخدموا قواعد بلاستيكيه او الفواصل، او الفواصل احنا ممكن نستخدم بدائل عنها، يعني مثلا اذا شوي عندي عمق الدرج اكبر ممكن استخدم انا حتى الكاسات الكرتون. طبعا الكاسات كرتون، هون عم نشوف هاي البيت كرتونة البيت اذا كانت نظيفه طبعا. يعني هاي حبيت هالفكره، بس يعني شوي يعني مش للملابس، مثلا هون للخواتم والاكسسوارات برضه فكره حلوه. لا يعني برضه حلوه، افكار كلها مبتكره وجديده وغريبه. بالزبط. يمكن على اغلب الصبايا اللي عم بحضرونا هلا. هون برضو عم نشوف هاي السلات الصغيره كيف انه احنا بنقدر نستغلها، نوضع فيها اكثر كميه من الملابس والقطنيات والاشياء اللي احنا هي اللي بتسبب لنا عجقه. صح. بالخزائن اغلب الاحيان. بالضبط. طيب هلا بدي اسالك، كيف بنحافظ على الملابس داخل الخزائن، انه نحافظ مثلا على ريحتهم الحلوه المعطره؟ ايش في عندنا اساليب ممكن نتبعها؟ ممكن اكياس اللافندر، ايش في اشياء بتنصحينا فيها؟ فعلا هاي النقطه كنت بدي اتطرق لها شهد، انه انا مثلا هلا احنا كلنا بنجيب صوابين دائما بنجيب مجموعه. صح. فبدل ما نحطهم بدرج بالمطبخ، لا بنجيب الصابونه افتحيها من الجهتين انها تكون مفتوحه، ووزعيها بالخزانه بين الملابس. يعني بالدروج بالرفوف حتى بين نفس الملابس، هي رح تكون اصلا بالباكيت، ومجرد ما نفتحها من الجهتين ما رح انها مثلا تطبع او تصبغ او شيء. 100%. رح تعطيني ريحه حلوه، رح تبعد الحشرات، وبتضلها هيك الخزانه فريش. كثير حلو. معلومات نفس الشيء هاي بنقدر نطبقها شهد كمان بشنطه السفر. حلو كثير، معلومات كثير لطيفه. ساره مجدوبه مهندسه الديكور فيما يتعلق بترتيب خزائن الملابس وشنطه السفر. نتمنى لكل الاشخاص اللي عندهم سفره قريبه يرتبوا شنطتهم بطريقه تكون حلوه ويستثمروا كل المساحات اللي موجوده فيها إن شاء الله. والخزائن كمان. شكرا كثير ساره لوجودك معنا، ويعطيك الف عافيه. شكرا إليك.